بعد ديالى والبصرة، عملية فرض السيطرة على المنافذ الحدودية تصل إلى وسط. الكاظمي يوجه بتحرك سريع لاعتقال قتلة غيدان، والعمليات المشتركة تتوعد برد حاسم. أصدقاء ومحبو الهاشمي يطالبون الحكومة بالكشف عن قتلته وحماية العقول العراقية. في الجامعات والكليات والمعاهد، وزارة التربية تحدد أماكن امتحانات السادس الإعدادي. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من يو تي في، أهلا بكم. أعلنت قيادة العمليات المشتركة عزمها إرسال قوة عسكرية قريبا إلى منفذ زرباطي الحدودي مع إيران في محافظة واسط لفرض السيطرة عليه. نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ذكر على هامش زيارته المنفذ أن إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون وهيبة الدولة بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية، موضحا أن الهدف من الزيارة الاطلاع على المكان وتوفير المستلزمات الضرورية الكاملة تمهيدا لوصول القوة في الأيام القليلة المقبلة. إلى ذلك، أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة على اتخاذ خطوات جريئة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أبرزها السيطرة على المنافذ الحدودية. رسول قال إن الحكومة العراقية قادرة على حماية الشركات المستثمرة من أجل توفير فرص عمل للشباب العاطلين، مبينا أنه سيتم توفير الأمن في البلاد والوقوف بوجه جميع التحديات. منفذ زرباطية في محافظة واسط يخضع هو الآخر على ما يبدو لسيطرة جماعات متمردة على الدولة، لذا بدأ التحرك الحكومي نحوه بغية إعادته إلى الوضع الطبيعي. الجحافل الحكومية العاملة على فرض سيطرة الدولة بالكامل على المنافذ الحدودية نفذت آخر صولاتها في منفذ زرباطية في محافظة واسط، وهو منفذ يربط بين العراق وإيران ويخضع على ما يبدو لسيطرة جماعات تعمل لحساباتها الخاصة، ما استدعى تحركا مماثلا للتحركات التي شملت منفذي مندلي والمنذرية في ديالى ومنافذ البصرة البرية والبحرية. منفذ زرباطية استقبل مدير عام هيئة المنافذ الحدودية وقادة عسكريين رفيعي المستوى، بينهم نائب قائد العمليات المشتركة الذي أكد أن قوة عسكرية خاصة ستتجه إلى المنفذ في الأيام القليلة المقبلة بعد معاينة المكان وتشخيص المتطلبات اللازمة لوجود القوة المزمع إرسالها من أجل مسكه، ليتسنى بعد ذلك إحكام السيطرة على المردودات المالية للمنفذ وإيداعها في خزينة الدولة. عمليات فرض السيطرة التي نفذت في ديالى والبصرة وواسط يرجح استمرارها في محافظات حدودية أخرى إلى أن تحكم الدولة قبضتها على منابع أموال بقيت سنوات طوال لا تسقي إلا أصحاب السطوة والنفوذ. في البصرة، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط 11 حاوية محملة بمواد كيماوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الشمالية. وقالت الهيئة في بيان إنها تمكنت بالتنسيق مع مكتب جهاز المخابرات الوطني من ضبط الحاويات داخل الحرم الجمركي محملة بمواد كيميائية شديدة الخطورة لا يسمح باستيرادها، وهي عبارة عن منظفي قامات صناعي، مضيفة أنها قامت بختم الحاويات لغرض عرضها أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. يعتزم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة بغداد يوم غد الأحد في زيارة رسمية لبحث العلاقات بين البلدين. المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قال إن أجندة زيارة ظريف إلى العراق تتضمن بحث التحديات المشتركة وإمكانية البناء على الفرص الممكنة بما ينعكس على المصالح المشتركة، مؤكدا أن ظريف سيلتقي الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية فؤاد حسين.
كشف عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت عن وجود جهات تحاول عرقلة الربط الكهربائي مع دول الخليج خلال الحكومات السابقة. جودت اتهمت جهات لم تسمها بعرقلة الربط الكهربائي مع الخليج منذ زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مضيفة أن حل أزمة الكهرباء يتطلب طرق جميع الأبواب، وبالإمكان الاستفادة من الطاقة الفائضة في الكويت والسعودية للحصول على كهرباء في المحافظات الجنوبية والغربية بأسعار منخفضة. جددت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والعراق دعمها الكامل لمشروع ربط شبكات الكهرباء في العراق بدول الخليج. مقابل ذلك لقي المشروع ترحيبا شعبيا من قبل الشارع العراقي الذي يعاني من أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء. لكل مشكلة حل، هكذا قيل سابقا، إلا الكهرباء في العراق فهي ما تزال مشكلة بلا حل عانى منها المواطن على مدى سنوات طويلة، إذ أصبحت صفة من صفات صيف العراق اللاهب. لأن هي من قبل 17 سنة يقولون راح تتحسن الكهرباء، سنة اللي حتتحسن 2014 مرة ذاعوا أنه حصير كهرباء، بعدها هي مثل قطع أو علىها من وصلنا، صارت عندنا الكهرباء شغلة طبيعية، حالة حال مي، حال مسواق، حال كذا، متعلمين عليه أنه كهرباء ماكو. من 2003 ولحد هاللحظة 62 مليار، وين صارت هاي؟ هاي تعيش دول جنوب شرق آسيا كلها تعيش، ما عيب عليهم ما يخجلون. مشروع ربط الكهرباء العراقية مع دول مجلس التعاون الخليجي أصبح حديث الشارع، الذي يأمل أن يوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائية التي يحتاجها العراق، وإذا ما أنجز هذا المشروع فإنه يسد حاجة العراق لاستيراد الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، وهذا ما معناه تقليل الإنفاق بحسب مختصين. هو مشروع من ضمن المشاريع اللي تم الاتفاق عليها بعد مؤتمر الكويت سنة 2018، واللي يتعاقد عليه العراق بين وزارة الكهرباء ومجلس التعاون الخليجي، وحتى إلزام أنه مجلس التعاون هو اللي يكون مسؤول عن وصول التيار الكهربائي من خلال مد الكيبلات ومد الأبراج لهذا المشروع. المدة الزمنية التي يحتاج إليها العراق في مد مشروع الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي قد تصل إلى أشهر عدة بحكم المسافات الطويلة جغرافيا بين العراق والسعودية. من بغداد أحمد مؤيد، يو تي في. للحديث في ملف المنافذ الحدودية والكهرباء ينضم إلينا من أربيل المحلل السياسي رستم محمود. مرحبا بك سيد رستم. يعني سيطرت جماعات مسلحة وأحزاب سياسية بحسب ما تناولناه في أخبارنا على المنافذ الحدودية، نالت أيضا يعني نال منفذ زرباطية الشيء الكبير من هذه من سيطرة هذه القوات في محافظة واسط، فهو يخضع هو الآخر على ما يبدو لسيطرة جماعات متمردة على الدولة، وبدأ التحرك الحكومي نحوه. كيف ترى التحركات الحكومية نحو هذه المنافذ ومدى سيطرتها؟ تفضل. يعني علها وعسى أن تكون واحدة من الخطوات الجدية النادرة من قبل حكومة السيد الكاظمي تحت يعني مسمى إعادة هيبة الدولة إلى واحدة من أهم المنافذ الاقتصادية والسيادية للدولة، يعني هي حماية الحدود الوطنية، والحدود الوطنية ليست هي الحدود الصحراوية فقط، هي الحدود الاقتصادية لهذه البلد. حسب ما يعني يتم كشفه خلال الشهور الأخيرة أن جميع منافذ العراق بالذات تلك التي تربط العراق بحليفي الحكومة المركزية سوريا وإيران لم تكن تحت سيطرة القوات النظامية العراقية، سواء القوات البيروقراطية المدنية المتمثلة بهيئة الجمارك وإدارة الحدود البيروقراطية أو القوات الأمنية المخولة بحماية الحدود العراقية من تدفق يعني أشكال من المخدرات وأشكال من المواد غير المقبولة في السوق العراقية أو التي تحمي السوق العراقية وتخلق نوع من التنافسية. ما يتخذه السيد الكاظمي خلال الأسبوعين الماضيين يتسم بأمرين رئيسيين، أولا يكشف الكمية الهائلة من هدر المال العام العراقي عبر هذه المنافذ. هذه المنافذ لم تكن تخضع لدفتر الشروط ولم تكن تخضع للمصالح القومية العراقية العليا المتمثلة بتحديد شكل تجارته وأنواع المواد التي يمكن أن تدخل والتي لا تدخل. المسألة الأخرى
هناك صعوبات عسكرية جدا، يعني المرة الماضية حينما هبط رئيس الوزراء مع قطاعات من الجيش العراقي كان عبر انزال جوي، ولم يكن هناك دخول بري لحماية يعني الحرم الجمركي، وهذا يثبت يعني تمدد هذه الميليشيات الخارجة عن القانون في جميع تلك المنافذ وتحكمها بالسيادة العراقية في تلك المناطق، وبالتالي خلق نوع من الموارد الخاصة التي تحميها وتحول جزء من ثروات العراق لصالحها لتخلق يعني استطالات لهذه التنظيمات المسلحة اقتصاديا إلى جانب هيمنتها العسكرية على جهات واسعة، وخلق علاقات بديلة عن الدولة مع دولتين يعني هما سوريا وإيران، وبالتالي حلول جماعات بديلة عن الحكومة المركزية التي هي يجب أن تكون صاحبة السيادة وبحماية القانون العام والدستور. نعم، يعني سيد رستم، كيف ترى أهمية منفذ زرباتيا؟ يعني الأهمية أن محافظة واسط هي العقدة الأساسية بين المناطق إذا استطعنا أن نسميها الشمالية من الحدود العراقية المتمثلة بمحافظات ديالى والسليمانية، والمناطق الجنوبية المتمثلة بمحافظة البصرة. إذا تمكن رئيس الوزراء من ضبط هذه المنطقة التي يأتي منها أغلب المواد المصنعة العراقية التي هي أقرب إلى مدينة بغداد وإلى المدن الجنوبية الرئيسية في محافظات يعني الناصرية والعمارة وحتى وسط بغداد، سوف يكون هناك يعني أداة متمكنة من الجيش العراقي في وسط الحدود الإيرانية العراقية تستطيع أن تمد شبكة الهيمنة الأساسية وشبكة السيطرة اللوجستية على باقي المناطق بسيطرة القوات العراقية. لا نعرف حتى الآن إذا كان ذلك شكليا حتى الآن منه فعليا دخل هذا المنفذ الحدودي لسيطرة القوات العراقية. هذا الأمر سوف يضبط جميع أشكال البضائع نصف المصنعة الإيرانية المصدرة إلى العراق، وسوف يكون هناك ضبط حكومي عراقي لها. المسألة الأخرى مسألة تدفق الحجاج والإيرانيين والداخلين الإيرانيين الأراضي العراقية، سوف يكون هناك ضبط حكومي أكثر لهم عبر عمليات أمنية وضبط أشكال الفيز أو سمات الدخول للمسافرين الإيرانيين، وبالتالي حماية العراق على الأقل مما صرح به الرئيس الإيراني اليوم بشكل مفاجئ أن المصابين مثلا في إيران بمرض الكورونا هم 25 مليون إيراني، وبالتالي يعني السيطرة على هذا المنفذ الحيوي هو جزء أساسي من الأمن القومي العراقي. ننتظر في الأيام القادمة لتكون هناك إشارات من أن هذه سيطرة فعلية أم هي مجرد أمر شكلي صدر من الكاظمي لم تلتزم به الميليشيات المسلحة الخارج عن القانون. نعم، سيد رستم، فيما يخص أزمة الكهرباء، يعني كيف تنظرون لمشروع ربط شبكات الكهرباء في العراق بدول الخليج، وما نسبة الطاقة الكهربائية التي ستغذي العراق برأيكم، وكم تبلغ تكلفة هذا المشروع؟ تفضل. يعني هناك ثلاث نقاط رئيسية فيما خص ربط العراق يعني كهربائيا بدول الخليج العربي. يعني هناك ثلاث مكاسب رئيسية استراتيجية للعراق. المكسب الأول خروج العراق من خط التوتر الأمريكي، أو خطوة لخروج العراق من خط التوتر الإيراني الأمريكي، وبالتالي عدم تعرض العراق والدولة العراقية بحكوماته وبشعبه وبشركاته بالقطاع الخاص من هذه العقوبات الأمريكية التي تتقصد إيران أو بالعكس. المسألة الأخرى أن ربط الشبكة الكهربائية العراقية بنظيرتها الخليجية سوف يساهم في تخلي العراق نوعا ما عن الغاز الإيراني الذي يكلف قرابة 4 مليار دولار سنويا تذهب من الخزينة العامة العراقية، وهي قرابة 5% من الميزانية العامة العراقية، وسوف يسمح مستقبلا بأن يتمكن العراق من تقوية وإنتاج الكهرباء الخاصة بحاجته كاملة، سواء عبر تقوية الشبكة عبر الربط مع شبكات دول الخليج العربي، أو الاستفادة من تجارب دول الخليج العربي التي هي تشابه العراق كدول نفطية ولها مساحات صحراوية هائلة. ساهمت الشركات الدولية زي سيمنز وبوينغ على تطوير البنية التحتية الكهربائية لهذا البلد. المسألة الثالثة والرئيسية، جميع الأرقام تقول إن ما سوف يحصل عليه العراق من نفس الكمية من الكهرباء من دول الخليج العربي تعادل ما يقارب 25% من القيمة المالية مما يحصل عليه من إيران. يعني الكيلو الواط الكهربائي الذي يحصل عليه العراق من إيران يقدر بحوالي 9 دولار، بينما المؤشرات الاقتصادية
والمحللون وحتى العروض من دول الخليج العربي تقول بأن هذه التكلفة لن تتجاوز 2 دولار بالنسبة لدول الخليج العربي، وكل هذه التفاصيل هي لصالح المصلحة الوطنية العراقية، إذا ما لم نقل في المحصلة أن هذا جزء من ربط العراق بمحيطه العربي الحيوي، وبالتالي الخروج من الابتزازات والتجاذبات السياسية داخل العراق. سيد رستم، هناك من يحذر من وجود جهات تحاول عرقلة الربط الكهربائي مع دول الخليج، كان ذلك خلال الحكومات السابقة وبالتحديد حكومة حيدر العبادي، كيف ترى ذلك؟ ومن هذه الجهات وما هي مصلحتها؟ أكيد هناك أكيد هناك جهات معروفة يعني في الوسط السياسي العراقي المركزي تعرقل ذلك، أولا لسبب سياسي، هي مرتبطة سياسيا وأيديولوجيا وعسكريا حتى وأمنيا بإيران، لذلك تعتبر أن ربط الاقتصاد العراقي أو يعني خلق نوع من الحاجة الدائمة من العراق تجاه إيران هو يعني هو تسنيد أو هو إقواء لشوكتها ومركزها في السلطة العراقية وفي الحياة السياسية العراقية. هي ترى أن ربط أو الاستغناء عن الربط الكهربائي العراقي مع إيران أو الحاجة العراقية إلى إيران إلى دول أخرى وبالذات دول الخليج العربي هو مس سياسي أولي بمكانتها ودورها في الحياة السياسية العراقية. المسألة الأخرى، هذه الأطراف المعروفة التي هي جهات عسكرية خارج عن القانون أولا ولها استطالات سياسية تستفيد عبر علاقات وثيقة مع إيران من عملية الفساد في إمداد العراق بالكهرباء، هي لن تستطيع أن تمارس ذلك فيما لو تم ربط أو الاستفادة من الكهرباء الممتدة من دول الخليج العربي تجاه العراق، لذلك تراها خسارة تامة. في حكومة العبادي ومن بعده يعني الحكومات التي تلتها كانت تمارس جميع الضغوط لأن تفعل ذلك، لكن راهنا لا أعتقد أنها تستطيع أن تفعل ذلك لأنها لا تملك خيارات. هي لو استمرت على موقفها هذا الموضوع يعني أن العراق سوف يتعرض لعقوبات قاسية وبالتالي المزيد من انقطاع الكهرباء وبالتالي المزيد من القلاقل الاجتماعية وخروج المواطنين العراقيين بالذات في مناطق بغداد والجنوب إلى التظاهرات، وكل هذا يخلق لها نوع من القلاقل في ظل عدم وجود أي حلول جاهزة بين يديها. نعم، من أربيل المحلل السياسي رستم محمود، شكرا جزيلا لك. أمنيا، استشهد ضابط في الجيش العراقي بهجوم استهدف عجلة عسكرية شمالي بغداد. خلية الإعلام الأمني في بيان أوضحت أن الهجوم وقع في منطقة ابن سينا في قضاء الطارمية أسفر عن استشهاد العميد الركن علي غيدان آمر اللواء 59 من الفرقة 6 في الجيش العراقي. إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحرك الفوري لاعتقال العناصر الإرهابية التي أقدمت على التعرض لعجلة الشهيد أمير اللواء 59. اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام قال في بيان إن القوات الأمنية بصنوفها كافة ستستمر في ملاحقة الزمر الإرهابية وسيكون القضاء عليها قريبا. من جانبها، توعدت العمليات المشتركة بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل. للحديث في تداعيات الملف الأمني ينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم وزارة الداخلية لواء خالد المحمنة. سيادة اللواء، مرحبا بك. أبدأ معك من حادثة اغتيال العميد الركن علي غيدان، هل هناك نتائج أولية تتعلق بالحادثة وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها عقب هذه الحادثة؟ نعم، تحياتي لحضراتكم وإلى جمهورنا الكريم. الحقيقة بالفترة الماضية كانت هنالك بعض العمليات والحوادث التي استهدفت فيها عصابات داعش الإرهابية بعض السيطرات ونقاط التفتيش، لا سيما في المناطق البعيدة وأطراف المدن وكذلك المناطق الغير مأهولة بالسكان. بعض العمليات تمكنت قواتنا الأمنية من صده وقتل المهاجمين، والبعض الآخر يعني للأسف سقط مجموعة من أبطال قواتنا الأمنية شهداء في هذه الاعتداءات. نعم، كان هنالك حادث اغتيال آمر اللواء 59 في منطقة شمال بغداد،
ولذلك وزارة الداخلية ومنذ فترة اتخذت استراتيجية مهمة من أجل حماية المواطنين ومن أجل بسط الأمن. الاستراتيجية تتمركز في مرتكزين، المرتكز الأول القيام بعمليات نوعية من خلال الجهد الاستخباراتي والقيام بضبط الأماكن المهمة وإلقاء القبض على قيادات مهمة من خلال يعني الفرقة التكتيكية أو الإنزال المباشر أو من خلال طيران الجيش أو القوة الجوية بتنفيذ ضربات مؤثرة بالفترة الماضية. نعم استمكنت الاستخبارات من ضبط وإلقاء القبض على قيادات مهمة وعناصر مهمة من هذا بقايا هذا التنظيم. المرتكز الآخر اللي تقوم به وزارة الداخلية القيام بحملات استباقية كبرى لتمشيط المناطق الغير مأهولة والمناطق التي تعتبر مناطق تواجد تلك العصابات، وحققت هذه العمليات أهدافها المرسومة لها وقتلت العديد من الإرهابيين وألقت القبض على القسم الآخر وضبطت أسلحة وضبطت مضافات كانت تستخدم في يعني صناعة العبوات وغيرها. الأمر أيضا اللي تؤشر لدينا للمقاطعة. نعم نعم إذا تسمح لي المقاطعة، يعني هذه العمليات التي تتحدث عنها والعمليات العسكرية التي شهدتها مناطق شمال بغداد، لكن دائما ما نشهد هذه العمليات التي تتربص بسواء أبناء هذه المناطق أو القوات الأمنية، إلى ماذا تعزون ذلك؟ يعني أولا يعني إحنا الموضوع يؤشر إلى أنه بقايا تنظيم داعش الإرهابية أصبحت لا تتواجد في المدن، الأمر اللي يفسر عدم قدرتها على الوصول إلى مراكز المدن والقيام بعمليات كما كانت في السابق تقوم بها. الأمر الآخر هو عدم ثقتها بمواطنين الكرام، وهذا موضوع مهم جدا. اليوم مواطنين الأعزاء يبلغون بسيل من المعلومات التي تصل إلى دوائر الاستخبارات، وفعلا بين الحين والآخر يتم إلقاء القبض على القيادات المهمة، ولذلك بقايا التنظيم اتجهت إلى المناطق النائية والمستنقعات والمناطق الزراعية الغير مأهولة، وهذه المناطق بين الحين والآخر تقوم بعملية لإثبات أنه أو لإعطاء رسالة بأنهم موجودين. طيب سيادة اللواء، تتحدث أن المواطنين في مناطق شمال بغداد يتعاونون مع القوات الأمنية لتسليم هذه القوات إن وجدوا أن عرفوا مكانهم، لكن هناك جهات تحاول خلط الأوراق وتطعن بأهالي سكان مناطق شمال بغداد، ما هي رسائل الاطمئنان التي تبعثوها لهؤلاء المواطنين؟ لا الحقيقة العكس تماما. اليوم مواطن يعني لديه ثقة بأجهزته الأمنية اللي هي بالأمس القريب حررت كل مناطق العراق وأنقذت أبناء شعبنا، ولذلك اليوم لما نتحدث عن مستوى العلاقة والثقة بين المواطن ورجال الأمن هذا الموضوع مهم جدا، وأصبح المواطن لديه ثقة كبيرة برجل الأمن. وأيضا اليوم المعلومات اللي تصلنا من خلال الإبلاغات للمواطنين وتعاونهم مع رجال الأمن أثمرت عن إلقاء القبض على العديد من القيادات ما تبقى من العصابات داعش الإرهابية، وقبل الفترة كانت هنالك عملية ناجحة جدا في منطقة أبو غريب وتم قتل 5 من الأشخاص اللي كانوا لديهم مناصب في تنظيمات داعش الإرهابية. طيب سيادة اللواء، استثمر وجودك وأسألك عن موضوعة المنافذ الحدودية والمعركة التي بدأها السيد مصطفى الكاظمي لضرب الفساد والفاسدين والحفاظ على المال العام، دوركم كوزارة الداخلية ما هي خطواتكم المقبلة، أين تتواجدون الآن؟ نعم الحقيقة القوات الأمنية في وزارة الداخلية بكل صنوفها جاهزة ومستعدة على الدوام بتنفيذ أي قرار أو أمر يصدر إلها من السيد القائد العام للقوات المسلحة، وتقدم الإسناد والدعم إلى
إدارة أي منفذ حدودي يطلب منها. إذن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة، أشكرك جزيل الشكر. أقام عشرة الصحفيين والكتاب العرب والأكراد وسط مدينة أربيل تأبينا واستذكارا للدكتور هشام الهاشمي الذي اغتيل قبل أسبوعين في بغداد، وأكد المشاركون أن تجمعهم يأتي للضغط على الحكومة من أجل الكشف عن الجنات وحماية العقول العراقية من القتل والملاحقة. هنا وسط أربيل في بارك سامي عبد الرحمن يتجمع الآن عشرات الكتاب والصحفيين لتأبين زميلهم المغدور هشام الهاشمي الذي باغته مسلحون مجهولون في العاصمة بغداد منذ أقل من أسبوعين وأردوه قتيلا ليفارق الحياة تاركا خلفه زوجة وأربعة أطفال وعشرات البحوث والدراسات الأمنية. هذا التجمع هنا اليوم يمثل خطوة رمزية واستذكار للمغدور هشام الهاشمي، ويمثل وسيلة ضغط سلمية أيضا، ويحمل في طياته رسائل للمسؤولين في بغداد ورسائل أخرى للقتلة أيضا. هذه وقفات احتجاج ووقفات معاهدة مع هشام الهاشمي الراحل وكل شهداء تشرين وكل الشهداء الذين ذهبوا على خط الأحلام، خط الحرية العراقي، أنه هذا مهر العراق الغالي وهذا هو القربان. أردتم إشاعة اليأس لكن لا طريق لليأس، الإرادة تتعاظم، حلم الإصلاح وحلم التغيير يقوى ونحن على الأثر قادمون. المغدور الهاشمي كان أيضا معروفا عنه تأييده للاحتجاجات الأخيرة ضد الفساد في البلاد، الاحتجاجات التي سقط فيها مئات الشهداء وعشرات آخرين مجهولي المصير حتى هذه اللحظة. طبعا ما نراه اليوم هو استمرار لمسلسل القتل والغدر، استمرار للمعركة بين الرصاص القناص وبين الكلمة الحرة، بين الرصاص القناص وبين الصوت المطالب بوطن حر يليق بالجميع، وطن بعيد عن التدخلات الأجنبية. ولهذا يعني ولكن ما الشيء الآخر الذي نلاحظه هو أن الغلبة في هذه المعركة. جهات عديدة نعت المغدور الهاشمي، جهات دولية ومحلية وأقليمية، الأمم المتحدة وشخصيات دولية، مسؤولون كثيرون نعوا الهاشمي مؤكدين جدية التهديد الذي يلاحق حرية الرأي والتعبير في داخل البلاد. للأسف لم تتمكن الجهات المعنية من كشف الجنات أو الجهات التي تقف ورائهم، لكن ما هو معلوم لدى جميع العراقيين أن هناك جهات عديدة غير الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية تحمل السلاح تحت عناوين مختلفة. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. سجل العراق وفاة 75 شخصاً و2049 إصابة جديدة بوباء كورونا. وبحسب بيان لوزارة الصحة فإن عدد المتعافين وصل إلى 2110 أشخاص، وبذلك فإن مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 90220، فيما بلغ مجموع الوفيات 3691 حالة، فيما وصل عدد المتماثلين للشفاء 58492 شخصا. إلى ذلك، اعتبرت خلية الأزمة النيابية قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن تخفيف الإجراءات وإلغاء حظر التجوال وفتح المولات والمطارات غير علمية ومستعجلة. مقرر خلية الأزمة النيابية النائب جواد الموسوي قال إن قرارات اللجنة العليا سابقة خطيرة تدل على عدم وجود مختصين بعلم الفيروسات والوبائيات في اللجنة عكس دول العالم، لا سيما وأن البلاد تعيش في ذروة أزمة كورونا ولدينا الآلاف من الإصابات المؤكدة بالفيروس على حد تعبيره. ومن جانبه قال مدير صحة الكرخ جاسب الحشامي إن كورونا تسببت بأزمة في الحصول على الأكسجين في بعض من المشافي، مشيرا إلى أن الاستخدام المفرط للأكسجين من قبل المصابين أحد أسباب الأزمة. الكل يعرف أن العراق لم يكن مهيئ لهذا الأمر، كانت في السابق معامل الأكسجين سواء الموجودة في المستشفيات
أو من وزارة الصناعة أو المعامل الأهلية تفي بالغرض وتسد الحاجة. لكن هذا المرض مرض كورونا الكثير من المرضى يحتاجون للأكسجين وباستمرار، إضافة للاستعمال السيء للأكسجين. كثير من المرضى في المنزل ولا يحتاج أكسجين لكن يستعمل الأكسجين بفراط، وحتى هناك أعراض جانبية للأكسجين. هذه كلها أدت إلى وجود مشاكل ونقص في الأكسجين. مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وفي ظل الإمكانيات الصحية الحكومية غير الكافية، تشهد كركوك حملات إنسانية مكثفة لدعم المصابين المحجورين منزليا. دزيت لي رسالة؟ ماشي أخويا ماشي، صارت الدلل. عندما يطلق ذوو المصابين المحجورين منزليا نداء استغاثة، يأتي الرد سريعا من فريق الرد السريع لتوفير الأكسجين. اعتاد هذا الفريق على العمل الإنساني ولم يعد الأمر مقلقا لهم، فهم يتجولون داخل كركوك ويلبون أي نداء يصل إليهم على الرغم من صعوبة حصولهم على اسطوانات التنفس. هذه القناني بدينا نوزعها للناس اللي محتاجة، شوي شوي بدينا نزيد هذا العدد لحد ما صار عندنا هسه حوالي 70 بطل تقريبا، 70 اسطوانة احنا كلها موزعة بأحياء كركوك. مرضى هواية وحالات هواية جاي يخابرونا. هذه الاسطوانات توفروها فقط للمحجورين منزليا ولا بالمستشفيات؟ والله احنا جاي يتصلون بينا ويناشدونا من المستشفيات، لكن بصراحة احنا كميتنا كلش قليلة، ما نقدر نوفر للمستشفيات نوفر لهم هذا الشيء. مبادرة إنسانية أخرى، طبيب يسوق للتبرع ببلازما الدم على طريقته الخاصة من خلال تقديمه الخدمات العلاجية مجانا للمتعافين المتبرعين حصرا، وهو ما يعده هذا الطبيب أمرا تحفيزيا وتوعويا. أطلقت هذه المبادرة من أجل تكريم هؤلاء الأبطال اللي يتبرعون بالبلازما الدم. والخدمة العلاجية المجانية تتضمن أجرة معاينة ومراجعة العيادة مجانا، وأجرة الجراح في حالة إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية مجانا. لأن أمشي في حاجة أخ مؤمن خير لي من اعتكاف شهر في مسجدي هذا، عملا بهذا الحديث الشريف لنبي الرحمة. اختار هؤلاء وغيرهم تلبية استغاثة أخيهم الإنسان ومنحهم القليل من الأمل في ظل جائحة لم يعرف لها لقاح حتى اللحظة. مهما كان الخوف يسيطر عليك فقط جرب، وستجد أن الأمر طبيعي، بل ستشعر بالراحة عند تقديمك لأي عمل إنساني ينقذ حياة الآخرين. من كركوك عبد الله العامري، UTV. أعلنت وزارة الصحة افتتاح مركز الشفاء في محافظة واسط، وهو الفرع الخامس للمركز في العراق. المركز الذي بني بتمويل من العتبة الحسينية على أرض مشفى الزهراء في واسط خصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وقد استغرق بناؤه شهرا واحدا. مستشفى بواقع 100 سرير، وسيكون إضافة نوعية إلى مستشفى الزهراء، وهذا المستشفى حقيقة مجهز ومهيئ للرقود الآن، وسيتم من يوم غد بإذن الله بدء العمل به. شكرنا وتقديرنا إلى العتبة الحسينية التي ساندت وزارة الصحة، ولكل الفعاليات المجتمعية التي تساند وزارة الصحة. نستثمر وجود السيد معالي الوزير ونقول له نريد أن يتم حل مشكلة المستشفى التركي، هذا المستشفى اللي أصبح هو عقدة لدينا كإدارة محلية كأبناء واسط، ومستعدين كمحافظة إذا تم تسوية المشروع مع الشركة المنفذة وتم حسم الأمر، مستعدين كمحافظة أن ننجز هذا المشروع. قالت وزارة التربية أن الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية ستجرى في الجامعات والكليات والمعاهد بدءا من 8 من شهر آب المقبل. عم رويدة، وقالت الوزارة في بيان أن اللجنة الدائمة للامتحانات وجهت كتابا رسميا إلى وزارة التعليم العالي بالسماح لطلبة الدراسة الإعدادية بأداء الامتحانات العامة للدور الأول للعام الدراسي الحالي في أبنية الجامعات والكليات والمعاهد، وذلك للحفاظ على قوة الامتحانات العامة ورصانتها وسهولة إدارتها لإنجاح سير تلك الامتحانات، مضيفة أن الامتحانات ستبدأ السبت الموافق للثامن من شهر آب المقبل، وتستمر حتى السبت الموافق 29 من الشهر ذاته. نشرتنا لا زالت مستمرة وفيها أيضا.
رغم إجراءات خلية الأزمة، أصحاب المرافق السياحية في نينوى يزاولون أعمالهم. عاود العديد من أصحاب المهن والمرافق السياحية في الموصل إلى مزاولة أعمالهم مرة أخرى رغم الإجراءات الصارمة والتي تتخذها خلية الأزمة. بعد اتخاذهم جميع إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، قرر أصحاب الكازينوهات في غابات الموصل افتتاح مرافقهم السياحية من جديد التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين دون الاكتراث لتحذيرات خلية الأزمة وقراراتها. ملتزمين هسه بالإجراءات الوقائية، أنه أي زبون يجي ملابس كمامة وملابس كفوف ممنوع أنه يدخل الكافتيريا، وكذلك ملتزمين بالتباعد الاجتماعي بين كل طاولة وطاولة مترين إلى متر ونص. المواطنون الذين يشتكون من عدم توفر أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء وإنترنت دفعهم الواقع إلى كسر قرارات خلية الأزمة الصحية في نينوى التي يرون أنها أخفقت في كبح جائحة كورونا. كهرباء الموصل ماكوش، الإنترنت ماكوش بالموصل، والإنسان ما يقدر يعني يوم يومين ثلاثة يقعد بالبيت يتعب، إذا قد ما يظل بالبيت يتعب يتمرض، ولازم يطلع يفطر يروح يجي. ايش عندنا بالموصل؟ بس الغابات عندنا، لازم نطلع الغابات نفطر نغير الجو شويه. كثيرون وخاصه من ذوي الدخل المحدود عادوا الى مزاوله اعمالهم بعد اغلاق وحظر طويلين، بعيدا عن قرارات الخليه التي وصفوا عملها بالمتخبط، ولم ينتج عن قراراتها سوى تراجع اوضاعهم السيئه اساسا. الناس على شنو قاعده بالبيت؟ كهرباء ماكو، حار، يعني مجبور الناس تطلع ترفه عن نفسها وتفتار وتغير جو. رغم كل الإجراءات التي اتخذت من قبل خلية الأزمة، فإن انتشار جائحة كورونا في العراق لم يتوقف، مما خلق حالة من عدم الثقة عند المواطنين، دافعا إياهم إلى كسر القرارات التي غلب ضررها على فائدتها بحسب تعبيرهم. من الموصل محمد سالم، يو تي في. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية، شهدت منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد حريقا تسبب بخسائر مادية. وأظهر مقطع فيديوي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا وهو يلتهم بعض من السيارات في منطقة الكرادة، حيث هرع المواطنون في محاولة لإخماد الحريق وإنقاذ سيارات أخرى كانت قرب موقع الحادث. أكدت مفوضية حقوق الإنسان أن احتراق عدد من كرفانات النازحين في مخيم قاديا للنازحين في محافظة دهوك كان بسبب تماس كهربائي. عضو المفوضية فاضل الغراوي أوضح أن أحد كرفانات النازحين في المخيم تعرض إلى تماس كهربائي، مما أدى إلى احتراقه وامتداد ألسنة النيران إلى الكرفانات العشرة المجاورة له لتحترق بالكامل، ولم تكن هناك أي خسائر بشرية، فيما طلب الحكومة بالإسراع في إعادة النازحين طوعا إلى مدنهم وعدم بقائهم عارضة للخطر في المخيمات التي تعاني نقصا حادا في المساعدات الغذائية والصحية. نفى مجلس القضاء الأعلى صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق سراح متهم باغتصاب فتاة قاصر في محافظة نينوى تحت تأثير ضغوط. المجلس قال في بيان إن القضية الخاصة بالمتهم المنتسب إلى الحشد الشعبي العشائري ما زالت قيد النظر والتحقيق، مشيرا إلى أن المتهم تابع لجهة سياسية لديها ما يعرف بالجيوش الإلكترونية والتي تحاول بدورها خلط الأوراق لتضليل الرأي العام بشأن تلك القضية على حد تعبيره. أغلق مزارعون في قضاء الجرنة شمالي محافظة البصرة بوابة حقل مجنون النفطي ومنعوا الموظفين من الدخول إليه احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم. وهدد الفلاحون بتصعيد احتجاجهم وقطع الأنابيب النفطية حال لم تفي الحكومة بوعودها بشأن تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي حدثت في العام الماضي. توجهت مجموعة الفلاحين المتضررين من السيول العام الفائت إلى قطع طريق مجنون، وذلك مطالبا بالحقوق التي وعدت الحكومة المركزية والحكومة المحلية بتعويضهم. اليوم الفلاحين عندهم شغلات تصعيدية، اليوم يبنون السرادب، قطع الطرق. مظلومين ويناشدون، وهاي صار لهم ستين مطلوبين بالديون
والحكومة ما نفذت مطالبهم. فمن هذا المكان ناشد جميع الحكومة العراقية من المحافظ رئيس الوزراء، الأمور راح تصعد وصير تصعيدية وصير مشاكل بالحقل. حذر وزير الموارد المائية من إقبال العراق على نقص حاد في موارده المائية ما لم يبرم اتفاقا مع السلطات التركية بشأن مشاريعها للري والسدود. نعم سفيان، وزير الموارد المائية مهدي راشد الحمداني وفي تصريح لوكالة أسوشيتد بريس أشار إلى أن قياسات الوزارة لمستويات تدفق المياه على الحدود العراقية التركية انخفضت بنسبة 50% عن متوسط العام الماضي، مضيفا أن العراق شهد انخفاضا في معدل هطول الأمطار السنوي بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب فيه النظام السوري بالسماح لدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد. المجلس دعا النظام وداعميه إلى توفير وصول إنساني كامل وفي الوقت الفوري والمناسب من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وانتقد القرار إغلاق المعابر الحدودية بوجه المساعدات الإنسانية إلى سوريا، داعيا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا وعلى وجه السرعة. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 14 مليون حالة أمام أكثر من 600 ألف حالة وفاة. حالة في أقل من 100 ساعة، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم بفيروس أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تقديرات وزارة الصحة الإيرانية تشير إلى إصابة 25 مليون شخص بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد، مؤكدا أن الوباء سيستمر حتى نهاية العام. تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون مواطن بهذا الفيروس وفقد نحو 14 ألف أرواحهم الغالية. ثمة احتمال أن يكون ما بين 30 و 35 مليون آخرين عرضة للخطر في المجمل، وهذه نقطة مهمة للغاية. اندلع حريق كبير في كاتدرائية تاريخية في مدينة نانت غربي فرنسا. وبحسب فرانس بريس فإن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا حول الحادثة، فيما تضررت الكاتدرائية التي شيدت في القرن السادس عشر من حريق طوق سريعا، ويأتي ذلك بعد عام على حريق دمر جزءا من كاتدرائية نوتردام في باريس. يحيي العالم اليوم الذكرى السنوية للاحتفال بولادة رئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، الذي كافح ضد العنصرية والفقر وعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية للجميع. في هذا اليوم يدعى جميع المواطنين في العالم إلى تكريس 67 دقيقة من أوقاتهم للعمل في خدمة المجتمع، وهي فعالية رمزية لإحياء ذكرى السنوات 67 التي كرسها مانديلا لمكافحة العنصرية والدفاع عن حقوق الإنسان. كما تمثل هذه الذكرى السنوية مناسبة للتأمل في حياته وتراثه وتحقيق رسالته في جعل العالم مكانا أفضل، وهو الذي قال: لا يمكن إيقاف سيرنا نحو الحرية، علينا ألا نسمح للخوف أن يقف في سبيلنا. أعلنت جامعة البصرة عن ثلاثة ابتكارات علمية جديدة لمواجهة جائحة كورونا. الأول يتمثل بإنتاج جهاز خاص للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال مرحلة واحدة وبوقت قياسي. أما الابتكار الثاني فهو عبارة عن منصة إلكترونية لمراقبة المصابين بجائحة المحجورين منزليا. وأخيرا تطوير مكثف للأكسجين لمرضى الفيروس من قبل كلية الهندسة. ابتكارات علمية جديدة لمواجهة وباء كورونا أزاحت الستار عنها جامعة البصرة هنا،
حيث أعلن فريق بحثي فيها عن تصنيعه محليا كتات لتشخيص المصابين بالفيروس في وقت قياسي وبمعدل إنتاج 100 كت في اليوم الواحد وفق معايير منظمة الصحة العالمية وبكلفة مالية تقدر ب $900 فيما يصل سعر المستورد منها إلى $3,000. إنتاج عدة بأنتيجينات أو مستردات مختلفة مو واحد مثل ما كانت العدة المستوردة حاليا على أنتيجينين أو مستردات اثنين جاي نطورها إلى 3 و4 فتكون كفاءتها بالتشخيص عالية جدا بالمواد اللي متوفرة عندنا راح يكون إنتاجها تقريبا $900 أو أقل بينما المستوردة $3,000. وعلى الخطى ذاتها طور مهندسون أجهزة للتنفس الرئوي من خلال زيادة نسبة الأكسجين من 40% إلى 60% لمرضى كورونا. الدكتور نمير وهو أحد أعضاء الفريق العلمي يقول إنهم يعملون ليلا ونهارا لتجهيز المشافي بهذه المعدات. هذا الجهاز اللي هو عبارة عن جهاز إعطاء أكسجين، شيء جديد به هو زيادة نسبة الأكسجين إلى 60% اللي يرغبها الأطباء، طبعا بإضافة بعض البورتات عليه، بعض المداخل اللي عليه. طبعا هذا يحتاج لبعض بعض الصمامات ايضا كلها صنعناها في كليه الهندسه، هاي الصمامات اللي صمام ما يسمى بالبيفال فيتحكم بالضغط حسب الرئه مالت المريض. وعبر هذه المنصه الالكترونيه التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي صار بامكان الاطباء متابعه مرضى كورونا المحجورين منزليا الى جانب الكشف المبكر عن المصابين بالفيروس عن طريق بصمه الصوت. هذه المنصه هي تحت عنوان المسح الوبائي الابتدائي الشامل باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذه تقنية حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملية معرفة حقيقة الإصابة من عدمها من خلال استخدام بصمة الصوت. هذه الابتكارات واستخدامها سيقلل من الإنفاق المالي على شراء المعدات الطبية المستوردة فضلا عن الحد من الفساد الذي تنامى تحت وطأة الجائحة بحسب نواب. الحاجة أم الاختراع، هذه المقولة تجسدت هنا في جامعة البصرة من خلال سلسلة الابتكارات العلمية التي أعلن عنها في زمن الجائحة والتحديات الطبية. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة. قدمنا لكم نشرة مفصلة من UTV، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء. في أمان الله.